أنظمة تمييز الأهداف IFF. أعلنت شركة أصلسان تنصيب النسخة المحلية من نظام تمييز الأهداف في طائرات F-16 التابعة لسلاح الجو التركي، أمر قد يكون عادياً ضمن مساعي أنقرة لتطوير صناعتها العسكرية، لكن بين خباياه يخفي صراعاً مخابراتياً طويلاً لقي فيه مجموعة من مهندسي المشروع حتفهم واحداً تلو الآخر في ظروف غامضة. بعد هذا النجاح الكبير لأصلسان التركية، باتت الطائرات المقاتلة التركية قادرة على تحديد هوية الطائرات المعادية أثناء القتال لأغراض الدفاع الجوي، حيث يمكن من خلاله تحديد الأهداف الجوية والأرضية باستخدام تقنيات تكنولوجية تتكون من جزئين يمكنهما تنظيم الاتصال بين مركز القيادة والطائرة أثناء التحليق. في السابق كانت تقنية IFF تعاني من مشاكل تشويش كبيرة في تحديد الأهداف المعادية، خصوصا في حالة هجوم نفس الأنواع من الطائرات والبدء في الاشتباك المباشر في الجو، لكنها حققت تقدما كبيرا خلال السنوات الأخيرة. يمكن استخدام التقنية في 5 أوضاع للاستهداف، تشمل المرحلة الأولى تحديد رمز المهمات وهوية الطائرات في أجزاء صغيرة من الثانية، وفي المرحلة الثانية يجري تحديد رقم ذيل الطائرة المعادية، ويشمل الوضع الخامس الخاص بحلف الناتو والذي باتت تركيا تمتلكه في سلاح طائرات F-16 الخاصة بها، شفرة مطورة وسرية لاستهداف كافة النقاط برا وبحرا وجوا وتحت البحر وتأمين الاتصال الآمن مع القاعدة الجوية. يمثل الوضع الخامس من استخدام هذه الأنظمة التطور الأخير والأكثر تأثيرا، إذ يرتبط بأنظمة توجيه الصواريخ والتشويش على الأهداف المعادية ضمن نطاق الرادار وتمييزها، ويوجه الطائرة لتفادي الصواريخ الاعتراضية والتشويش عليها ومن ثم تحييدها.